في وادي هونزا في شمال باكستان، حيث يعيش الشعب على سفوح الجبال. يحافظ السكان هناك على ما تبقى من إرث ثقافي رغم البعد الجغرافي. شفقت كريم ترك مهنته في سلك الشرطة ليستغل موهبته التي ورثها عن آبائه في صناعة المنتجات الخشبية بالطريقة اليدوية، والتي كانت تستعمل منذ قديم الزمن. تركت سلك الشرطة لحبي لهذه الصنعة التي تعلمتها من أبي ولإيماني بأن على هذا الإرث أن يبقى دون أن يندثر. أقوم بنحت الخشب وإنتاج الأواني الخشبية التي كانت تستخدم بين الهونزيين، وكذلك الأدوات الموسيقية كالربابات وغيرها. إصرار شفقة على المحافظة على الإرث الهونزي دفعه ليقوم بتعليم حرفة النحت وتشكيل الخشب إلى أبناء قريته، وذلك لإبقائها حية بين أبناء شعبه، كل هذا دون مقابل. تبقى الصناعات اليدوية في هونزا رغم كل الظروف التي تحيط بها ورغم عوامل الاندثار الذي تواجهه صامدة بسواعد الهونزيين وبإصرارهم على الحفاظ عليها. ديدار علي آخر من تبقى في هونزا ممن يحيك ويخيط ما يعرف بالشال الهونزي، حيث يقوم ديدار باتباع نفس الخطوات التي تعلمها من الآباء دون الاعتماد على الآلات الحديثة، حيث أبقى هذه الآلة الخشبية ولم يستبدلها بالرغم من صعوبة استخدامها. كل ما كنا ننجزه في هونزا كان يدويا، كل السوق هنا كان ينتج النسيج الهونزي الفاخر، لكن الآن لم يعد أحد ينتج هذا النسيج بهذه الطريقة، لكن أنا مستمر على هذه الطريقة التقليدية. لما تنتجه من نسيج جيد ومتقن، ولثقتي بهذه الآلة الخشبية التي ورثتها عن والدي ولم أقم باستبدالها حتى يومنا هذا. بهذه التطريزات يحافظ ديدار على التطريزة الهونزية التي يرتديها أهل هونزا منذ القدم، وبالرغم من العوامل الكثيرة التي قد تؤدي إلى اندثار الكثير من ثقافة شعب الهونزا، تبقى الأيادي الهونزية الأمل الوحيد في حفاظ الهونزيين على إرثهم وثقافتهم. لبرنامج نوافذ، إسماعيل مطر، الغد، وادي هونزا.